السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، الحلقة ديال اليوم غادي نصاوبو بريوش. قبل ما نبداو الفيديو، إلا كنتو باقي ما اشتركتوش، ضغطوا على زر أبوني وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. إذا في المقادير غادي نحتاجو 3 البيضات، 2 معالق كبار ديال الخميرة الفورية، كاس ديال الحليب، 1/2 كيلو ديال الدقيق، 200 غرام ديال الزبدة مذوبة، وكذلك 150 غرام ديال سنيدة. إذا غنبداو على بركة الله. إذا أول حاجة غنديرو غنطربو البيض، سنيدة 150 غرام ديال سنيدة، نضيفو كاس ديال الحليب. ديرو دابا الفقرة الثانية، غنكبو الزبدة، مع الدقيق والخميرة، ونضيفو شوية بشوية البيض والحليب، ونجمعو العجين ديالنا. اذا بعد ما جمعت العجينه غنغطيها ونخليها تخمر شويه ونرجع لكم بعد قليل. رجعت لكم بعد ساعه بعد ما خلينا العجينه ديالنا خمرات شويه. دابا دهنت المولة الخشوف في الفران، غنبداو نقطعوه كويرات ونحطوه في المول. اذا كنبداو نقطعوه على هذا الشكل كويرات، ما يكونوش كبار بزاف، يكونوا موين. بعد ما كملت الصف ديال الكويرات غادي نخليهم واحد نص ساعه تقريبا يزيدوا يتنفخوا يخمروا مزيان، وندهنهم بالبيض من الفوق، وديك الساعه نخشوهم في الفران ان شاء الله. اذا بعد ما تزاد الحجم ديال العجين، بعد ما تضاعف الحجم ديال العجين، غادي ندهنوه مع بيضه وشويه ديال القهوه، ندهنوه مزيان. أعزائي المشاهدين، رجعت لكم بعد ما طاب البريوش ديالنا. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ما تنساوش ديروا لايك وتابعونا في القناة. كنتمنى لكم شهية طيبة، إلى اللقاء.